قبل ما نبلش الرحمة للطفل ريان والله يفك أسر الطفل فواز خطيفان. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من شو رأيك. الأسبوع الماضي والعاني كوارث زلازل الدنيا خربانة أكيد مشان الدفع الإلكتروني. دفع إلكتروني؟ مرتاح ما عم تعرف إن بدك تروح بالمصاري. شوف قرار رفع الدعم عن بعض شرائح المجتمع الذي بدأ تطبيقه اليوم. اليوم هو أسوأ يوم منذ بداية الحرب في سوريا وحتى اليوم. تحدث بالتحديد عن استبعاد الدعم عن شرائح كثيرة من المجتمع السوري. ملف الدعم يتصدر اهتمامات السوريين. بدأ اليوم تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الدعم والتي من خلالها تم استبعاد مجموعة من الشرائح. أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن القرار الحكومي واضح وكل من يستحق الدعم سيحصل عليه. أنا أطمن الجميع أن الدعم في الحكومة نهج استراتيجي لن تتخلوا عنه. كل شريحة الموظفين والعمال والفلاحين والمتقاعدين والعسكريين وكل هذول ما يمهم لا من قريب ولا من بعيد إلا من يملك واحد جزء واحد بالألف منهم. الشيء اللي منعرفه إنه رفعوا الدعم، والشيء اللي ما منعرفه إنه كيف رفعوا الدعم. كيف رفعوا الدعم؟ مو بس أنا وأنت اللي عم نسأل. شوف والأمر الذي يثير التساؤلات حول التحضير لهكذا إجراء الذي كان من المفترض أنه يعتمد على دراسات بيانات دقيقة، وهنا يتساءل كثيرون ما الذي جرى وما الذي وعلى أي أساس تم اعتماد شريحة المستبعدين من الدعم الحكومي، فماذا عن التفاصيل؟ نقطع هذا البث المباشر لنبث إليكم تسريبات حصرية عن سهرة رفع الدعم. يا جماعة أعطونا شيء تنكسر فيه الملل. حاجتنا شو رأيكم نشغل التلفزيون ونحضر صرخة روح ومنكسر الملل؟ لا هي شو رأيك نلعب حجة ورمص؟ صايف وكاهية منبولي أحلى. شو هاي مونوبولي طالع الفداية قديمة؟ هاي أنا عندي لعبة أجدر اسمها دعمبولي. شو هي دعمبولي؟ رح اشرح لكم. بنجيب هذا الطشط فيه شوية شرائح مدعومة، كل ما بننتقي شريحة بينشال عنا الدعم، وهيك بتضل شريحة آخر شيء واللي بيضل نلعب عليه صنم. صار عم يطلع معك أفكار جهنمية. أعطونا الفوشار لنبلش. يا ناصر أخي خلاص شيل هاد الدعم عن الكل وشغل لي أغاني. رفيق أنا وياك معترين، والأخ اللي عم بيحضرنا والأخت اللي عم تحضرنا هدول نحن معترين. الكوكب كله معتر، تضخم وغلاء وأسعار. الصين يلي هي الصين كامشي اقتصاد الكوكب كله، حالتهم بالويل بتصعب على الكافر. هلا يمكن انا وياك شالوا عننا الدعم بجوز مشان سيارة مواليد 2008، عندك سجل تجاري ابو 10 سنين. شوف الصين شو عم بيعملوا فيهم. لنبقى على اخر المستجدات معنا على الهواء مباشرة مراسلنا بينك بونغ. بينك بونغ، ما اخر التطورات الهواء لك؟ شكرا لك صديقي جميل. نحن اليوم في العاصمة لنتعرف على أسباب رفع الدعم عن العيون السواهي. قال وصلتنا رسالة فيها أنه رب الأسرة خارج القطر والوالد عاطيك عمره من 10 سنين. قلنا من مبارحة منقنعها لأمي أنه الوالد مو متجوز وما أنه مسافر برا البلد. بيصير هيك؟ اشتريت جوزين جرابات وكولون. اليوم كنت على الموقف ناطرة سيرفيس، أما أجا سيرفيس أشرت لتاكسي. أم شو صار؟ شالوا الدعم عني. جيت على البيت جوعان، طرقت 3 أندومي صغيرية فشالوا عني الدعم. تريد باكيت شرق مع قداحة يا عمو، والقداحة فيها ضو، قال بيشوف الضو يا عمو بيلغوا عنه الدعم عالشوارب يا عمو. قال شو؟ أنا كل يوم بغير كمامة، أشو ألبس كلسون براسي حتى ما يرفعوا عني الدعم.
اشتريت بوت ابيض ولهلا ما توسخ، شالوني من الدعم. شوف بشرفك موسخ. شكرا بينج بونج، نعود اليكم. والله اللي بيشوفه مصيبته بتهون عليه مصيبه غيره. والله اللي بيشوفه مصيبه غيره بتهون عليه مصيبته. هاي حال الكل. شوف صباح الخير على الإخبارية السورية. صباح الخير فرح. يسعد صباحك رشا، كيفك اليوم؟ تمام، انت كيفك؟ الحمد لله، عم نحاول نكون رواق وعم نحاول نبدأ اليوم. نقول يا رب يكون يوم جديد ونهار جديد بيحمل معه كل الخير والانفراجات. يعني رشا شوي الظروف صعبة على الناس. مو شوي، كتير. نخفف شوي. دائما نحن هيك بنحب نعطي هاي الطاقة انه نحن الأصعب مرقنا فيه، وان شاء الله رح نمرق بكل القصص اللي عم نمرق فيها. اليوم في ستريس كتير بالشارع السوري. حالتنا من حالتكم، الوضع صعب، اكتئاب، بتنام بالليل بتفيق الصبح بتلاقي مرفوع عنك الدعم، متحمم لك بميتين ألف بالشهر بس مصاريف زايد، تمسح وشك بالرحمن، تفتح التلفزيون لتغير جو، تشرب فنجان قهوة الصبح، بيقوم بي شوف. يعني دائما الفن إن كان بالحرفة السورية بالحرف اليدوية أو بالموسيقى أو بالرسم، هنن يعني في صلة كتير قوية بين بعضهم، ودائما فرح إنهن إلهم تأثير نفسي على الإنسان، إن كان بالمنظر، إن كان بالسمع، إن كان بأي شيء تاني. فقصة الناي قد إيه مرتبطة الناي اليوم باللحن الحزين، بقصص بحياتنا. ليه دائما مرتبط هي وهو باللحن الحزين؟ يعني بتحس دغري بتروح لمساحه ثانيه لا لك شغله، لان قالت الناي قالت روح تاخذنا على عالم ثاني. نعم. هذا اللحن الحزين بكلياتنا عندنا هي الذكريات وعن نفس الانطباعات. الله يخليك يا رب. بعرف بس ينشال عنك الدعم رح تحزن وتلاقي الحياه صعبه، بس الاخباريه السوريه شوفي شو الحزن اللي انتو فيه؟ شو هالسواد الاعظم اللي انتو عايشين فيه؟ ما عم يطلع من الحالة يا اخي، حيطروا شفرات وزدتوا حالة من دام اول سيارة تطلع قدامهم. يعني معلش عشان نغير جو الصبح، العالم تسمع فيروز، اخي ما بيحب فيروز يسمع زياد، مو ناي وحزن ومرتبط بالذكريات الاليمة؟ لك يا اخي سارة زكريا اسمعوا هشك بشك قبلاني، بس نغير جو. عصيرة الجو الأسبوع الماضي كان برد. إيه مو كتير برد. مو كتير برد. شوف حبيبي قديش برد. شوف. دائما بنحاول نتابع اخبار الطقس وشو الجديد، خصوصا مع البروده. صحيح. المستمره وخاصه بالليل، نعرف معنا عبر الهاتف المتنبئ الجوي زكريا العيسى. يسعد صباحك، خلينا نعرف معدل درجات الحراره تقريبا خلال اليومين القادمين في دمشق والمحافظات السوريه. تصبح الفرصه مهيئه لهطل الزخات من المطر فوق تلك هذه المناطق، ويمتد ان شاء الله يعني بشكل تدريجي خلال ساعات الليل ليشمل كافه المناطق. يرافق هذا المنخفض يعني هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية، انخفاض يعني ملموس على درجات الحرارة تصبح أدنى من معدلاته. وأيضا يوم الاثنين والثلاثاء يعني أيضا يتجدد عليه هذا المنخفض. شكرا لك، ومثل ما تابعنا سلمى يعني خصوصا بالليل عم نشهد برد كتير، في فروقات عم بتكون كبيرة كتير كبيرة، يعني عم بيقول 16 اليوم بالصباحا بالليل 5، ففي فرق كبير بدرجات الحرارة، مشان الناس تتوخى الحذر. أكيد برد ولا مو برد؟ لحظة، برد ولا مو برد؟ برد، بس ما فهمت شو دخل البرد برفع الدعم. انت عين خود الأول صاحب المازوت والحطب والذي منه الشغلات اللي بتدفي بعد رفع الدعم، غليو ولا ما غليو؟ صح ولا مو صح؟ صح. يا عيني عليك، يعني الواحد ما ضل له غير حركة تدفئة مركزية. ان شاء الله ما بتأدي لتضخم سكاني، بس عرفوا انه كتير برد وكتير غلى مواد التدفئة. شوف كيف كانت الحلقة نفسها. شوف أولى محطاتنا لليوم عن موضوع كتير مهم سلمى، كتير بنسمع إنه المرأة الحامل لازم تحكي مع الجنين، قديش مهم التواصل مع الطفل الجنين داخل الرحم. دينا بننتقل لفقرتنا التالية. أكيد نور، بلشنا بمحطتنا الطبية واليوم رح نحكي فيها عن مشاكل بتخص المرأة الحامل. كل امرأة مجرد ما تعرف إنه هي حامل ببلش عندها رحلة من الخوف. لفقرتنا الاجتماعية ودائما بنحكي عن الأسرة، معنا الاستشارية الأسرية رهف سبحجي. يسعد صباحك وهو واحد فيكي. صباح النور. يسعد أوقاتك. فدائما الأهل أب وأم، دائما طوروا من ذاتكم، انتبهوا لحالكم، إذا عندكم حالات ضغط
حاولوا تفرغوها بطريقه ما يعني بعيدا عن الاولاد حاول نلاقي حلول لمشاكلنا اللي يفرغوا الضغط قبل الاولاد ما سيدهم يعني ما في حل مين البردان هو زردادي اخي عم يفشوا خلقهم ببعض خلصنا عاد اخ نحن بالربيع منصير 70 مليون نحن ما رح يرفع الدعم حيرفعونا من زلعيننا بردان يا ازعر يا نوتي حملات تاعي دفيكي هلا صارت مشروعه على فكرة الكل تأثر برفع الدعم بدون استثناء تعرف مين المحطة لآخر شي كنت بتوقعه انه تتأثر برفع الدعم؟ مين؟ هدول اللي بفلفشوا على الآيباد وكذا ايه عرفتهم اها يا عيني عليك شوف كيف كانوا يعملوا أكل اليوم جايبتلكن أكلة مبارح رحنا على الهند اليوم رح أخذكن على تايلند في أكلة كتير مشهورة اسمها الحمسة التايلندية كتير كتير طيبة بالذات العشاق اللحمة الشرحات في عندي بصل فلفلة ملونة صفرة وخضرة وحمرة هون هلا أنا شرحت اللحمة بهيدا الشكل يعني مو مثل الشاورما أسماك نتوفة هحتاج زيت المازولا هون هحتاج الصويا الصوص عملتلكن أكلة طيبة كتير لذيذة العشاء الرز يعني بعد شوي عن المندي وعن الكبسة أول شيء لحرفكن عن المقادير السهلة البسيطة وما كتير معقدة يعني لسه الأشياء الثانية أكلات الرز بتاخد بهارات معنا أكتر من هيك طبعاً هون هأحتاج دجاج فخاد بهدول ثلاثة ممكن أنتوا تستعملوا أي نوع ممكن دجاج كامل ممكن سفن هأحتاج حمص هون في عندي لوز للقلي هون أنا نقعت كاستين ورز ونص رز في عندي زنجبيل اللومي نفسه اللي نحنا بنستعمله هون هأحتاج زيت وسمنة وهون عندي شوي من مرقة الدجاج وعندي شوي من الفلفل وهون عندي الباقة العطرية شوفوا قديش هي بسيطة سهلة ما بدها أي شيء تعودنا على المندي تعودنا على الكبسة ملينا اليوم حأخذكم على المكسيك هي ميني تاكو الدجاج ممكن مثلا أنا عاملة عزيمة عاملة مناسف وعاملة كباب هندي وعاملة قصص بس أنا بدي أطباق جانبية هلا هون حأحتاج من الدجاج مقطع بهذا الشكل هون في عندي أشقوان هون في عندي ذرة وقشطة وهون فلفلة خضراء حمسة ومندي وكبسة وقشطة وذرة وأشقوان وشغلات بدك قرض أنت لتتغدى شوف بعد رفعتك حتى ما نفسد العلاقة مشان نقوي العلاقة يعني الطريق الوحيد لحتى نوصل لقلب الشريك وندلله وما نخسر هالدلال كلياته يعني ما بيروح على الفاضي هو انه نعمل له اكلة كتير طيبة انا اليوم قررت يعني مثلا ملينا ما عبالنا نتعشى حواضر او هيك قصص ممكن يكون عنا عزومة وممكن كمان يصير وجبة رئيسية هعملكم بطاطا بالبشاميل مع سلطة البطاطا نعمل اكلة حلو يوم الخميس اليوم عملتلكم اكلة طيبة لذيذة واقتصادية وانا شخصيا صدقا يعني انا هي متى ما انوجدت باكلها بصراحة ما كتير بعملها بالبيت ما مشان لانه شيء بس لانه هي بتنصح شوي يلي هي حجار القلعة وحتى الاغراض تبعونه موجودين باي بيت هون راح احتاج 3 اكواب من الطحين كاسة سكر هون عندي بيت باكينج باودر معلقة او ظرف مثل ما بقلكن انا على طول عندي فانيليا ممكن تكون الفانيليا سائلة او بودرة اليوم عندي باودر كاسة زيت نباتي لا هون انا عندي المربى سلطة بطاطا لتوصل لقلبه للزلمة او للشريك على ما يبدو قلبه ممغوص واخد برد قال قبل قشطة بلحم وتاكو وأدخن شوي من الشاورما معلم اليوم سلطة بطاطا بالبشاميل حجار القلعة أي مربى بيمشي حاله والله حالتهم تصعب على الكافر الله يفرج أحسن شيء بوجه تحية للشيف تهامة بحبه كتير بس أنا ما بعرف طبق أكلاتك سهلي لنا ياهم زعتر وزيت معلش من قضية مثل العادة نصيحة الأسبوع ومع مين؟ مع الناصح الأول شو؟ هاي أصعب شي بالحياة لما جوعان يشبع والأصعب الأكتر لما تلاقوا بهيم أو بهيمة صاروا معهم مساري وصاروا بدهم يعملوا حالهم فهمانين اسمعوا المثل لليوم شو بيقول قال ما تخافوا إلا من اثنين جوعان صار معه قرشين وحمار حفظ له كلمتين هاشتاج إذا عم أقاسك البسيها بيعمل لك هيك صوت الهبان إذا حبيتوا الحلقة لايك وشير وإذا ما حبيتوا الحلقة اعملوا شير بعدين لايك كنت معكم أنا ملكي سلام هلأ صار فيني أرقصها